المتضرر يذهب إلى القضاء، المحكمة الاتحادية أبوابها مفتوحة إلى الجميع، المتضرر يروح يقدم مطلوبيته، وإحنا كلنا نؤمن بالقضاء وبعدالة القضاء، فالمحكمة الاتحادية هي من تقرر. هي أكيد أدرى بالقانون، هي أعلم بذلك، فإذا كان إذا كانت مو من صلاحياته فالمحكمة راح تبت في هذا الموضوع. من حيث الشكل وحيث المضمون إحنا قراراتنا صحيحة إن شاء الله. وماضين بهذا الاتجاه وماضين على تبديل رؤساء الوحدات الاداريه برمتهم، عندنا 31 وحده اداريه، اليوم احنا جادين في هذا الاتجاه وماضين بهذا الموضوع ان شاء الله، لان محافظتنا بالنسبه نتحدث عن محافظتنا، محافظه نينوى تستحق ان نقدم لها المزيد والاكثر، واليوم من نبدل رئيس وحده اداريه مو معناه احنا جايين ننتقم من عنده، لا بالعكس احنا نريد ننهض بواقع. يا استاذ معاذ انتم عندكم كتاب من الهيئه التنسيقيه بين المحافظات قلت لكم بي تريثوا لا تغيرون اي شيء. زين هسه انتم شلون تجاوزتوا هذا الكتاب؟ واللي يريد يصلح يضرب هذه القرارات عرض الحائط، وهذه مفارقه يا استاذ معاذ. استاذ فرح احنا ما ملزمين بهذا الموضوع. احنا سلطه تشريعيه منتخبين من قبل الجمهور، منتخب محليه وليس اتحاديه، محافظ مثل ما نصبنا محافظ نينوى رئيس اعلى رئيس الوحده الاداريه لمحافظه نينوى بنفس الشكل انتخبنا رؤساء الوحدات الاداريين الباقين. يعني هذه الرساله تقول احنا بكيفنا، احنا مشرعين سلطه محليه واحنا بكيفنا. ست فرح احنا بنفس الطريقه انتخبنا المحافظ بنفس الطريقة، احنا اعضاء مجلس محافظة 29 شخص، جبنا المحافظ قدم اوراقه بنفس الوقت انتخبنا وصوتنا للمحافظ، وبنفس الوقت صوتنا على نائبيه الفني والاداري، وبنفس الوقت صوتنا على رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس بنفس الصيغة.